آخر جزء راح ناخذه بال 3 phase system. راح ناخذ حالة ال unbalanced 3 phase system. شو وقت راح أقول عن النظام إنه هو حالة unbalanced؟ أول شيء unbalanced يعني نظام غير متوازن، نظام ثلاثي التطور غير متوازن. شو وقت راح يكون النظام غير متوازن؟ An unbalanced system is caused by two possible situations. إنه ممكن يتحقق لي بحالتين أو يكون سبب حالتين. First, the source voltages are not equal in magnitude or differ in phase by angles that are unequal. يعني أما تكون قيم الفولتيات لكل الأطوار الـ A والـ B والـ C غير متساوية كقيم، أو أن تكون أيضا غير متساوية بالطور، أو ممكن تكون متساوية بالقيمة لكن الشيفتنج البيلانتها مو مضبوط بالضبط 120 درجة بين طور وآخر. النوع الثاني أو الحالة الثانية إنه يكون load impedance are unequal، يعني قيمة الأحمال الـ A والـ B والـ C اللي مربوطات على كل طور من الأطوار تكون غير متساوية. بهذه الحالة نقول unbalanced system is due to unbalanced voltage sources or unbalanced load، يعني أما بسبب عدم توازن المصادر أو عدم توازن الأحمال. To simplify analysis we will assume balanced sources or balanced voltage but unbalanced load. حتى راح نتعامل ويا هاي الحالة فقط بحالة اللي راح نطرحها هذه السنة فصل الـ unbalanced أو الـ 3 system. راح فقط نتعامل ويا حالة الـ unbalanced load. نفترض أنه بالأمثلة اللي راح ناخذها أنه الـ source عندنا هو بحالة balanced. طيب إذا تعاملت ويا الحمل على أساس أنه unbalanced، شنو طريقة الحل اللي راح نتبعها؟ ما راح تكون نفس طريقة الحل اللي أخذناها بالأربع أنواع اللي هي star 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 delta 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 و delta star. لا، راح يكون الحل كأنه أنا دا أتعامل ويا دائرة عادية، ويكون الحل أما بطريقة المنش أو طريقة النوت حسب شنو نوع الربط اللي عندي. بس هنا مثلا أنا عندي هذا المخطط هو عبارة عن شكل star صح، لكن قيم مثلا VAN ما تساوي لي VBN وما تساوي لي VCN، فراح أتعامل وياها كدائرة عادية وأطبق عليها النظريات السابقة العادية اللي كنا نتعامل بيها بالدوائر الموجودة. هنا احنا قلنا solve by direct application of mesh and nodal analysis. بهاي الحالة line current are determined by Ohm's law. فال IA راح تساوي لي VAN إلى الحمل اللي مربوط على الفيز A، و IB هي VBN مقسمة إلى الحمل المربوط على الفيز B، وال IC هي قيمة ال VCN مربوط أو مقسم إلى الحمل اللي مربوط على الفيز C. بهاي الحالة بالنسبة لنوع الستار اللي بدنا نحكي عنه، النيوترال كارنت راح نصير نحسبه ليش؟ لأنه V ال IA ما راح يساوي لي ال IB وما راح يساوي لي ال IC، هاي أولا. ومقدار الشيفتنج بيناتهن كتيارات ما راح يكون متساوي 120 درجة، لذلك مجموع هاي التيارات، مجموع التيارات ال IA زائدا ال IB زائدا ال IC راح يكون إلى قيمة معينة مو صفر. وبالنتيجة احنا قلنا عندنا علاقة سابقة تقول انه الـ IN هي مجموع هذه التيارات بعكس الإشارة. بما انه صار عندي مجموع لهذه التيارات، اذا التيار النيوترال راح يكون موجود لكن إشارته عكس إشارة حاصل مجموع تيارات اللاين كارنت الـ IA والـ B والـ C.